بالنسبة للتعاون مع الدول الأفريقية احنا قدرنا ان احنا ننشئ برنامج للتعاون مع الدول الأفريقية للتشخيص المبكر وعلاج الأورام. البرنامج ده بيشتغل على 4 بيلر. ال4 بيلر أو العوامل الرئيسية اللي بنشتغل عليهم هي التشخيص المبكر، رفع الكفاءة التمريض، التوعية بالنسبة للعيان، وأيضاً الأكسس أو أن يبقى في طريقة نوصل بيها الدواء ده للمريض. إحنا في مصر هنا قدرنا أن إحنا نمضي شراكة مع وزارة الصحة. الشراكة دي الهدف منها أن إحنا نشخص أكثر من 1,000,000 عيان لسرطان الرئة بأحدث وسائل التشخيص، وتشمل دخول الذكاء الصناعي بالإضافة إلى حملات توعوية للمرضى، وأيضا اتفاقات مع أكبر المراكز والجامعات العالمية لرفع كفاءة الطبيب المصري عشان نخدم المريض بأحسن شكل ممكن.